تهيئتها تم افتتاح الوكالة التجارية لاتصالات الجزائر بباب الواد، وهو ما لاقى استحسان المواطنين خاصة مع العمل على تحسين الخدمات. داروا لنا حاجة مليحة، حاجة مقية، خير من واش كانت. كاين كروند عملية راسهم بارابور أو باسي. وتخدم ليل ونهار، حاجة مليحة تسهل علينا. هذا ويعكف القائمون على تجديد مختلف الوكالات عبر الوطن، إضافة إلى تمديد ساعات العمل تزامنا مع الشهر الفضيل. تعمد اتصالات الجزائر من خلال عمليات إعادة تهيئة الوكالات التجارية عبر الوطن إلى رفع من مستوى الخدمات المقدمة لزبائنها الكرام، وهذا هو الهدف المنشود من خلال إعادة تهيئة الوكالة التجارية لباب الواد. وتزامنا مع شهر رمضان الكريم قامت اتصالات الجزائر بتوسيع أوقات العمل ابتداء من 9 صباحا إلى 6 مساء وبالعاشرة ليلا إلى منتصف الليل و30 دقيقة. ويبقى العمل على تقريب الخدمة من المواطن من الاستراتيجيات التي تنتهجها مؤسسة اتصالات الجزائر.